للمزيد إذن مشاهدينا الكرام، مزيد من المتابعة والتعليق بشأن استمرار مأساة المهاجرين غير الشرعيين العراقيين وعن تزايد أعداد اللاجئين العراقيين في العالم عموما ولا سيما أوروبا. معنا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. مرحبا بكم دكتور حامد معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا، حياكم الله دكتور. إذن بحسب بوكالة الهجرة الأوروبية كما شاهدنا قبل قليل في التقرير، العراق يحل رابعا بين الدول التي تطلب اللجوء. كيف تنظر إلى هذه النسب الآن دكتور؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة هذه النسبة يعني تبعث على اليأس لدى الشباب أيضا، وتبعث على الإحباط من أنه فعلا هذه النسبة رغم تصاعدها لكن هناك رفض مسبق. يعني احنا نتابع وضع اللاجئين للأسف الشديد، يأتون يعني بفقدان أمل بمستقبل أفضل في بلدهم وبصعوبات كبيرة تواجههم في رحلة الهجرة واللجوء، وطبعا بعد أن يدفعون ثمن كبير في كثير من الأحيان، أحيانا حتى تؤدي بحياة البعض منهم في غرقا في يعني البحار والمحيطات إذا كان هناك يعني معابر الحقيقة غير مأمونة. يعني للأسف الشديد نقول أيضا يعني هذه المأساة اللي يعيشها شعبنا وشبابنا خصوصا المتطلع إلى مستقبل أفضل، يأتي بهم إلى أيضا يعني مستقبل مجهول، لا يعرفون مديات الأمان أو المستقبل الذي يبحثون عنه. نعم، هذا حال العراقيين للأسف. نعم، هنا السؤال أيضا دكتور، نبقى في هذه الأزمة، لنقل أزمة المهاجرين العراقيين التي يسمونها أو يسمونهم غير الشرعيين، وهذا أيضا يعود بنا إلى الذاكرة لذروة هذه الأزمة في عام 2014 وما تلاها أيضا من السوريين والعراقيين وما عانوه، ونحن على تاب فصل الشتاء الآن، هناك معاناة كبيرة للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. أين الحكومة؟ هل من حلول ممكن أن تتخذها الحكومة للحد من هذه الهجرة؟ الحقيقة الحكومة والنظام السياسي هما المتسببان الرئيسيان في كل ما جرى ويجري في العراق. النظام السياسي منذ 2003 ولغاية الآن يدفع الشباب إلى بشكل غير مباشر وأحيانا بشكل مباشر إلى الهجرة، لأنه أولا هو فقدان الأمن وفقدان الحياة الحرة الكريمة اللي يبحث عنها كل إنسان، وخصوصا العراقي لأنه يعيش في بلد غني، يعني الله سبحانه وتعالى حب هذا البلد بكل خيرات وكل الثروات وكل مقومات الحياة الأفضل، لم يجدها إلا في جيوب الفاسدين. والفساد الحقيقة لعب دور كبير، الحرب الأهلية، الميليشيات، القتل على الهوية، الولاءات للخارج، أيضا الأجندات الخارجية، الاحتلال بالذات، الاحتلال الأمريكي الغاشم، هذا كلها الحقيقة تراكمات منذ 2003 وما سبقها، يعني منذ حروب اللي يعني يقحم بها العراق والحصار الظالم على العراقيين لمدة تقريبا 13 سنة. هذه كلها تراكمات الحقيقة تفجرت في آن واحد وأنتجت هذه الرغبة أحيانا والاضطرار بشكل قسري إلى ترك العراق تحت ظلم وقساوة الحياة وفقدان، مثل ما قلت بالبداية، فقدان الأمل والمستقبل. خصوصا هناك شباب متطلع لحياة أفضل، خريجين جامعات لا يجدون فرص عمل، لا يجدون، هناك مبدأ لتكافؤ الفرص بينهم وبين أقرانهم من مزوري الشهادات ومن الذين يعني يدرسون أو لا يدرسون، ينالون شهاداتهم من دكاكين أو ما يسمى جامعات أو كليات أهلية بأموال السحت الحرام من أهاليهم الذين تسيدوا الآن السلطة في العراق. لذلك أنا يعني أقول النظام السياسي والحكومة هم من يتحمل، زائد الاحتلال الأمريكي والنفوذ الإيراني، يعني التدخلات الأجنبية هي العامل الأساس في هجرة العراقيين، خصوصا بعد أن تفجر الوضع بعد 2003 وأصبحت عملية القتل على الهوية والطائفية والعرقية والصراع المسلح، الانفلات الأمني
انفلات السلاح، الميليشيات الولائية، عصابات الجريمة المنظمة، مافيات الفساد، هذه كلها الحقيقة عوامل أدت إلى يعني فقدان الأمل. يعني كأنه العراقي يقول في قرارة نفسه لا يوجد هناك يعني بصيص ضوء في نهاية النفق، فيترك بلده ويترك أهله ويترك أحيانا عائلته للبحث عن يعني مجال أفضل ومأوى آمن. نعم. إذن هذا تقرير دكتور، تقرير الاتحاد الأوروبي عن وضع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي، هل تعتقد أنه يحرج حكومة السوداني؟ لا أبدا، يحرجها مؤقتا جائز، أنه تقارير تضيف لسجل التقصير يعني والإخفاق والفشل في الوعود التي يعني قطعتها الحكومة، خصوصا يعني احنا يعني بلغنا تقريبا 10 أشهر من على حكومة السوداني. بعدين السوداني يعني له ما يكفيه من إخفاقات ومن إحراج، هناك نازحون في العراء أحيانا، يعني في خيام اللاجئين العراقيين في أربيل وفي الموصل وفي مناطق أخرى، أيضا هذا عبء كبير يحرجه أو لا يحرجه، لكنه هناك مشاكل مثل ما يقال بالعراق متلتلة على النظام الحكم وعلى السيد السوداني، فساد واستشراء الفساد والسرقات والفقر والبطالة في العراق، وطبعا ناهيك عن أنه أيضا الارتهان إلى الأجندات الخارجية، يعني لا يستطيع أن يرضي إيران وأمريكا في آن واحد بمنافسة على الساحة العراقية. فلذلك هذه القضية، قضية اللاجئين وإشكالات اللي مر بها يعني آلاف اللاجئين العراقيين منذ انطلاقهم من العراق إلى وصولهم إذا وصلوا بأمان إلى بلد اللجوء، يعني هذه أيضا الحقيقة مسلسل مأساوي لا يدفع ثمنه إلا العراقي الضحية لهذا الوضع المأساوي في العراق. نعم. أيضا حكومة السودان استخدمت هذه الورقة سياسيا وتحدثت منذ مدة عن عودة يعني 5 ملايين عراقي، هل هذا هذه المعلومة أصلا كانت مجرد دعاية سياسية، أم أن هناك كانت أعداد عادت إلى العراق ووجدت واقعا مغايرا ثم قفلت راجعة إلى بلدانها التي هاجرت إليها؟ بالتأكيد لا، هذه مبالغة، لا يوجد هذا العدد، يعني الراغب بالعودة يعود العراقي يعني تذكر أو للقاء أهله وذويه وأقاربه وترتيب بعض الأوضاع الرسمية، ثم يخرج مسرعا إلى مكان إقامته أو بلد الثاني. يعني العراقي الذي يترك العراق حتى ولو رفض، وهناك شعار الآن موجودة في بعض الدول الأوروبية هذه واضحة، يعني العراقيون بما فيهم حتى الكرد نفسهم اللي يتعرضون أحيانا إلى بعض التساؤلات وهم رأس القائمة مرفوضون، ويعني رفعوا شعارات في هولندا وبعض الدول التي كانت الدول الإسكندنافية التي كانت تقبل العراقيين، يقولون أن المهاجرين غير الشرعيين أو اللاجئين غير الشرعيين مرفوضون، إذن هم غير مرغوب بهم. فهذه غير مرغوب بهم الحقيقة يعني تجبرهم أحيانا إلى العودة، وهناك أساليب كثيرة. العراقي الذي يصفي مثل ما يقولون حاله وماله في العراق، يعني يبيع بيته أو يبيع سيارته أو يترك نهائيا، هذا ليس على الاستعداد أن يعود مرة ثانية ويبدأ الحياة في العراق في ظل هذا الوضع. فكيف إذا كان هو مقيم في الخارج وعنده أولاد وعنده عائلة ومتعودين على نظام حياة معينة وعنده عمل ودراسة أولاده أو بناته أو كذا، فكيف يخرج؟ هذا يعني عكس المنطق تماما. الوضع في العراق لا يشجع. أنا أقول لك يعني العراقيين بإمكانهم وعندهم رغبة أنه بالفعل يعودون للعراق ويستفيد منهم البلد، لكن في وضع آخر مختلف تماما، وضع آمن، وضع بحياة أخرى غير التي يعيش بها. نعم. إذن الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.